مرحبا بكم. بعد الدرس نتكلم عن دالة أخرى. هذه الدالة اللي هي مولتيبلكسر، أوكي، أو المولتيبلكسينج. المولتيبلكسينج وظيفتها أنه تعطيك هذا الكوماند اللي جاي تشوفه أنت بالصورة، تعطيك الكوماند اللي هي شانل أي، تعطيك إياها للأوتبوت. أوكي، طبعا تعامل مع الأنالوج، والشانل بي راح تعطيك إياها شوكت من تفعل السلكشن. فأنا سويت هذا الكوماند حتى اربط على السلكتر، من اضغط اوكي من تصير اشاره ترو راح يختار الكوماند بي. زين، الكوماند اي والكوماند بي هذا خليته 10، اوكي، او خلينا نخليه 15، بينما هذا الكونستانت خليته 5. اوكي، فصار عندي 5 ب 15. اوكي، الخمسة راح أربطها إلى الكوماند A، أوكي، اللي هي مباشرة راح تعطيك هذا الكوماند. والعشرة أو الخمستاعش راح أربطها إلى الكوماند B. زين، فهنا عندي خمسة وين مربوطة إلى الكوماند A، والخمستاعش مربوطة إلى الشانل B. زين، هذا الاوتبوت ممكن انت تستخدمه وين ما يعجبك، ممكن تخليه اي شيء انالوج لانه هو انالوج او نوميريكال. فانا راح اخليه للتايمر، اللي التايمرات اللي اخذناها بين السيت بوينت، فرضا هذا التايمر اللي يسوي لك ديلي. اوكي، هذا التايمر شنو يحتاج؟ يحتاج الى كوماند حتى يفعله، فمنه راح اخذ هذا الكوماند راح يفعل لي هذا التايمر. زين، وب ديلي سيت بوينت تريد تسوي للديلي، او تريد تسوي للديلي للاوف. اوكي، فراح اخلي ديلي للاون حتى يبين بدايه التشغيل. اوكي، هنا راح اسوي الاوتبوت ل هذا الانديكيتر او هذا اللايت. هنا شو راح يصير عندك؟ راح اول ما تشغل التايمر راح يشتغل ياخذ الاي، لانه ما نفعل المولتيبلكسر. من فعل المولتيبلكسر راح يختار البي، فيصير التايمينج مالته 15 ثانيه، بالتالي راح يعد لك 15 ثانيه. خلينا نشوفها بشكل عملي. ران، شوف هسه هنا ايش قد وصلت لك. وصلت لك 5 اللي هي اي. فمن شغل التايمر هنا احنا مخليه بالملي ثانيه، خلينا نسوي ثانيه سكند. طيبين، زين، من راح تشغله 1 2 3 4 5 ويعطيك اوتبوت. اوكي، راح افعل المالتيبلكسر، راح السلكشن وين راح يصير؟ راح على البي. البي ايش قد التخازن بها قيمه؟ مهما تكون القيمه هنا 15، راح من تفعل التايمر يبدي لك من 1 الى ان يوصل ل 15، بالتالي يفعل لك الاوتبوت. اوكي، تفعل عندي الاوتبوت بعد 15 ثانيه. فهنا عرفت شنو هذه الفائده. هذا وين يفيدك؟ يعني من احد استخداماته انه انت تقدر تسوي بيه انذارين، انذار طويل انذار قصير. فيعني اذا وصل الضغط في مرحله معينه تسوي فد انذار بسيط، او اذا وصل الضغط لمرحله اعلى تسوي انذار طويل، حسب انت الدوكيومنتيشن للفيلد مالتك شلون، يعني مفهم الموظفين او المشغلين تسوي على ضوء. فراح استخدم مالتيبلكسر ثاني. اوكي، هذا الانذار راح يصير 5 ب 15. اوكي، بينما هذا الانذار راح يصير عكس هذا الانذار، فحتى عكسه راح اخلي نوت. اوكي، بالكوماند مالته هذا راح يصير نوت، راح يصير عكس عمل هذا. اوكي، والبي اسحبها للبي، والاي اسحبها للاي، لذلك راح ينعكس العمل مالته. اذا هذا يكون منطفي هذا يكون شغال راح ينطيك بي اي، اذا هذا يكون شغال ينطيك طبيعي اي بي. زين، هنا حتى العفو هذا راح ينطيك، اذا يعطيك هذا 5 راح يعطيك 15، بينما اذا هذا ينطيك 5 هذا راح يعطيك 15. فشلون ما تكون راح يشتغلون بالعكس. زين، تايمرات عندك هذا النوع من التايمر اللي ياخذ اي وبي، ياخذ قيمه للاوفست بوينت وقيمه ل
الـ onset point. اوكي راح هنا اسوي له التفعيل مالته activation. اوكي طبعا هذا معزول. اوكي زين هسه بالـ onset point، بالـ onset point راح اخليه ياخذ الخمسة بالبداية، و هنا ياخذ الـ 15. هذا بالحالة اعتيادية 5 بـ 15. اوكي نفعله، ممكن تحط لك بزر، ما اعرف وين مخليين بزر، لا هذا البزر. فمن تسوي له سيموليتر ران شوف ايش راح يصير عندك. هسه هنا 5 ب 15 من اشغله، طبعا هو ملي ثانيه مخليه، ولكن مبين هسه واضح هو انه الان قليل، البزر صوته يعني مو طويل، صوت قصير، ولكن اذا الحالة تطلبت انه تزيد مستوى الخطر راح تفعل هذا، فراح يعكس لك الاشارات، راح يصير طويل. شوف ايش قد راح يبقى شغال، يبقى 15 وينطفي 5. اوكي هنا شنو صار عندك؟ هذا اخذ صار سلكتينج بي، عفوا صار دي سلكتينج، يعني بقى نورمال اخذ 5، وهذا صار بي سلكتينج اخذ 15. الفرق بيناتهم بسبب النوت، عكسناهم بالنوت، لذلك جاي تشوف هنا جاي يعطي انذار نوع ثاني. هذه هي الفكرة. ممكن نضيف بعد انذار، تقدر تخلي في السلكتينج تخلي بعد مثلا 20 بخمسة. اوكي واذا صار حالة ثالثة تقدر تطيع 20 مكان ل 15. زين هذا اللي تقدر تسويه بالمولتيبلكسر، واضافة الى انواع الافكار الاخرى. انت اي فكرة تجي ببالك حاول تطبقها وتتعلم من اخطائك. دائما تمرين تمرين بعد تمرين هو اللي يقويك، هو اللي يخليك توقف على رجليك مثل ما يقولون، ويخليك تصير محترف في اللوجيك. اوكي لحد هنا نشكر متابعتكم.